السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبينا نعرفكم بأنفسنا في هذا الفيديو القصير ونشارككم تجربتنا في جامعة الفيصل. معكم أريج أبو مصطفى، طالبة امتياز من كلية الصيدلة. معكم غادة دهمان، طالبة في كلية الصيدلة في برنامج دكتور الصيدلي. أول شيء منحب نبارك لكم على تخرجكم من الثانوية العامة واجتياز اختبارات القبول. بهنيكم على اختياركم لجامعة الفيصل، الجامعة اللي حققت المركز التاسع لأفضل جامعات صغيرة على مستوى العالم. أنتوا الحين في مرحلة مهمة لاختيار مسار الدراسة الجامعية، مرينا مثلكم بهذه المرحلة وحبينا نذكر بعض الأسباب اللي تخلينا ننصحكم بالانضمام إلى برنامج دكتور صيدلي جامعة الفيصل. خلال سنوات دراسة بالجامعة بدأنا تدريبنا الصيدلاني الميداني من مرحلة مبكرة، ابتدينا مشوارنا بأقرب مكان لممارسة المهنة وهي الصيدليات المجتمعية، المكان الأقرب لأفراد المجتمع واللي يقدم المشورة الصحيحة لاستخدام الدواء، بالإضافة إلى تقديم العلاج لبعض الأمراض وتقديم اللقاحات وغيرها. محطتنا الثانية من التدريب كانت في أقسام الخدمات الصيدلانية في المستشفيات اللي تخدم المرضى المنومين ومرضى العيادات الخارجية كمرحلة متقدمة، طبعا هذا بالإضافة إلى زيارات الميدانية لقطاع الصناعة والقطاعات التشريعية. خلال فترة دراستنا قدرنا نطبق اللي درسناه عن طريق أنشطة تطوعية، قدمنا استشارات خاصة عن الاستخدام الصحيح للدواء لكافة شرائح المجتمع وجها لوجه في أماكن التجمعات، وحتى أيام الجائحة العالمية COVID-19 قدمنا المشورة بشكل إلكتروني بعيادات افتراضية. للأمانة من أكثر الأشياء اللي كنا خايفين منها هي مواجهة الجمهور والإجابة على أسئلتهم بثقة، لكن سنة عن سنة تطورنا وصرنا أكثر شجاعة وثقة بنفسنا. روح المنافسة شيء جميل جدا أيام الدراسة، وكون أنك تتعلم أنك تنافس زميلك أو زميلتك بروح رياضية شيء جميل. في كلياتنا تقام مسابقة سنوية لاختيار الطلاب الأفضل في عدة فئات: التحصيل العلمي، البحث والنشر العلمي، وخدمة المجتمع. إنه نشوف بذور المجهود اللي بنبذله بيتم تقديره من أساتذتنا وقدام أهالينا عنا لنا الكثير، وشجعنا إنه نجتهد ونطور من حالنا أكثر وأكثر. في النهاية بنتمنى لكم التوفيق في أي مجال تختاروه، بانتظار انضمامكم لعائلة الصيدلة في جامعة الفيصل.